مرحبا المتابعين الكرام، عندنا اليوم تمرين خاص باليونت السابع. هذا ما يعتبر من القواعد اللي موجودة وتدرس. كلنا نعرف انه قواعد اليونت السابع هي الفيوتشر فورمز. هذا الموضوع هو ربط، عندي اربع ادوات ربط مثل ما تشوفون، وتمرين واحد عندي بالمنهج. خاف يجيني فد يوم انه اكون اني اعرف. So today we're going to have them all and try to understand what a like is in addition, but, and although. عندي أربع أدوات ربط. Unlike أول وحدة بيهم اللي هي على العكس. شلون أقول لك على العكس من كذا؟ In addition بالإضافة، but لكن، although بالرغم. نجي على unlike. Unlike كلنا نعرف مو معناها لا يحب. Like عكسها dislike. I like coffee. I dislike coffee. Unlike معناها على العكس. عندي جملتين انطاني. علي loves music. أحمد hates music. ورد استخدم أقول علي على العكس من أحمد يحب الموسيقى. أجيب الفاعل الأول اللي هو علي، أخلي unlike. طبعا أكثر من طريقة للحل، هاي أحد الطرق. أجيب الفاعل الثاني وراها الجملة الأولى كما هي، فراح يصير علي unlike أحمد. علي على العكس من أحمد loves music. علي unlike أحمد loves music. مثال آخر، the author of books are easy to identify. The author of books are easy to identify. The authors of websites are uneasy to identify. وقال لي اربط بالانلايك. اجيب الفاعل الاول اللي هو وصولا للار، The authors of books نزلتها. اجيب الانلايك نزلتها. اجيب الفاعل الثاني وصولا للار، The authors of websites. صارت the authors of books unlike the authors of websites، يعني مؤلفين الكتب على العكس من مؤلفين المواقع الإلكترونية. أنزل الجملة الأولى كما هي، شبيهم مؤلفين الكتب are easy to identify. إذن أنزل الفاعل الأول unlike، الفاعل الثاني الجملة الأولى كما هي. أوكي، فراح يصير the authors of book unlike the authors of website. الجملة الأولى من أنزلها أكيد بدون الفاعل، الفاعل صار فوق، هاي تشوفون are easy to identify. متفقين؟ متفقين. نروح على الجملة الموجودة عندنا بالمنهج. Books can be used anywhere. Computers can't be used anywhere. أردح لها بالunlike. صح ما جاي وزاري، بس سؤال بسيط، ليش إذا أجي ما أعرفه؟ أنزل البوكس، أنزل unlike، أنزل computers. صارت books unlike computers. أنزل الجملة الأولى بدون الفاعل اللي هي can be used. Can be used anywhere. فصارت books unlike computers can be used anywhere. نروح للأداة الثانية اللي هي اسمها in addition to، بالإضافة إلى. طبعا الـ in addition أضيف، يعني كأنه خليها بالبداية، أخلي جزء من الجملة الأولى بعدين الجملة الثانية كاملة. يعني تنزل الـ in addition بالبداية، جزء من الجملة الأولى بعدين الجملة الثانية كاملة. شوف الجملة هاي، You can do more than just information on the internet. You can listen to the news as well. الجملة الأولى تعوفها وصولا لل just read، تسويها ing reading. فراح أنزل in addition بالبداية، نزلت in addition to. الفعل دائما تخليك أنه هو المصدر الرئيسي. قراءة، ما أريد أقول يقرأ، قراءة. To just reading information on the internet. الجملة الثانية كما هي، you can listen to the news as well. متفقين؟ متفقين.
نجي على الجملة الثانية. The library has information about classes. الجملة الثانية. The library also has a lot of its own materials to help students. مثل ما تشوفون الجملة الأولى أخذ بس المنانة وخلي لها ING. has بالI N G صير having. أنزل الأداة اللي هي in addition to. نزلتها. الجملة الأولى مالتها كأنه تخلي للفعل ING وكملها. having information about classes صارت بالإضافة لامتلاكها معلومات عن الدروس. الجملة الثانية كما هي. The library also has its own materials to help students. زين. عندي جملة ثالثة على الـ in addition. You can have more content. جملة الأولى. جملة الثانية. You can also read a book wherever you are. زين. جيت على in addition to نزلتها. In addition to. الخطوة الثانية. الجملة الأولى جيب منها من الفعل هذا وتقدم. بس الفعل شو تخلي له؟ ING. In addition to having information about to having more content. بالإضافة لاحتوائها على هواي محتويات. You can also read a book wherever you are. يعني صارت بما معنى in addition to. الجملة الأولى الفاعلة خلي له ING وكمل. وبعدين الجملة الثانية كما هي. نروح للسؤال الموجود عندي مثل ما تشوفوا السؤال الثاني. أنزل الـ in addition بصورة طبيعية. in addition to نزلتها. الجملة الأولى من أنا من just read وتضيف لها ing وتكمل to just reading. يعني الموضوع الرئيسي هو قراءة المعلومات on the internet. الجملة الثانية راح أنزلها you can listen to the news as well. زين. حس عرفنا الـ in addition شنو وعرفنا الـ unlike شنو. نجي على الـ although. الـ although أسهل وحدة بيهم اللي معناها بالرغم. والـ but معناها لكن. البط كأنه الجملة الأولى كما هي بعدين بط بعدين الجملة الثانية. بكل بساطة البط. الـ although أنزلها بالبداية. أوكي. الجملة الأولى أنزلها بعدين الجملة الثانية. وهذا هو. فمثلا using the internet is convenient. استخدام الانترنت مفيد أو ملائم. It is becoming easier to get books without leaving your home by ordering them. أجي أنزل الـ although مثل ما تشوفون. أنزل الجملة الأولى using the internet is convenient. وراها الجملة الثانية it is becoming easier to get books without leaving your home by ordering them. نروح للأسئلة اللي عندي الثالثة على البات. البات بصورة عامة نزل الجملة الأولى بات الجملة الثانية. فراح تصير buying books can be expensive but using the internet can be cheaper. إذن الجملة الأولى تنزل راح يصير تناقض كأنه شراء الكتب هو غالي لكن استخدام النت هو رخيص. Buying books can be expensive, but using the internet can be cheaper. 4. Using the internet is sometimes dangerous. You can't get a virus from reading a book. الالذو موجودة. بكل بساطة شو أسوي؟ أنزل ال أخلي الالذو الجملة الأولى أنزلها. Although using the internet is sometimes dangerous. فارزة أنزل الجملة الثانية You can't get a virus from reading a book. متفقين؟ متفقين. إذن الـ unlike عرفنا شنو قاعدتها. فاعل أول unlike فاعل ثاني الجملة الأولى بدون الفاعل. أوكي؟ فصار عندي واضح الأمور.
وشون نستخدمهم. شكرا جزيلا، وإن شاء الله تستفادون منها. مع السلامة.